صباح الخير متابعينا، أسعد الله صباحكم في المملكة. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. اليوم تميل الأجواء تدريجياً للاستقرار مع بقاء فرص هطول الأمطار في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي ربما تكون وكانت في بعض المناطق العالية جداً والشاهقة على شكل تساقطات ثلجية. بقية المناطق الأجواء اليوم مستقرة عموماً وفي أغلب المناطق، ولكن اعتباراً من ساعات الليلة القادمة يتوقع أن تتأثر عموم المناطق الشمالية والوسطى والشرقية بموجة باردة تهوي بدرجات الحرارة الصغرى إلى درجات متدنية، ويتشكل بها الصقيع ويستلزم بها الملابس الثقيلة وتنخفض بها درجات حرارة لمستويات تصبح الطقس باردا جدا في ساعات الليل. هذا اليوم في العاصمة الرياض الأجواء تكون صافية كما تلاحظون، درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية في ساعات النهار كحد أقصى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم أما والصغرى طبعا الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من عرعر 19 درجة مئوية في ساعة النهار، لكن لاحظوا معي الصغرى 3 درجات مئوية فقط. إسكاكا 19 عظمى أيضا 5 درجات مئوية درجة حرارة الصغرى، بينما تكون في تبوك من 21 إلى 8 درجات مئوية. المدينة المنورة 23 درجة مئوية في ساعة النهار، 13 درجة مئوية في ساعة الليل مع أتربة مثارة. جدة 32 إلى 21، في مكة المكرمة 31 إلى 19، وفي الطائف من 18 إلى 8 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 17، لكن لاحظوا معي الصغرى 6 درجات، أجواء باردة. الباحة 15-7، حتى في جزائر من 27 إلى 24 درجة مئوية. انتقالا إلى شرق المملكة في الإحساء 20-8، لكن الدمام 21 إلى 11، وتكون في حفر الباطن أجواء هذه الليلة باردة، لاحظوا هنا 5 درجات مئوية، لكن العظمى اليوم 18 درجة مئوية. العاصمة الرياض ستشهد انخفاضا لافتا على درجات الحرارة خلال ساعات الليلة القادمة، تكون 6 درجات مئوية الصغرى الليلة القادمة، بينما نهار هذا اليوم كما تحدثنا 17، في بريدة من 16، لكن الصغرى أيضا 5 درجات، أجواء باردة في ساعات الليل، وفي حائل من 16 إلى 4 درجات مئوية. قبل الختام، بظل هذه الموجة الباردة الجديدة المتوقعة في بعض مناطق المملكة، ندعوكم دائما إلى الانتباه بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة سواء كنتم في البر أو داخل منازلكم، حفاظا طبعا على دائما على السلامة العامة. هذا كنكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.